عودة مرة تانية لضيف الكريم اللي مشرفنا الدكتور شريف. أهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا. حد يروح العالمين؟ يعني الناس مثلا ممكن كنت بقول كده في الأول تروح هنا في الأول. في الأول. طب احكي لي بقى إيه اللي غير وجهة نظرك؟ أبدأ لك منين؟ من أول ما سمعت ولغاية ما حبيت المكان واستقريت. أنا رايح في يوم من الأيام رايح كفرد من الأطباء رايح أنفذ ترقيتي. هقضي 6 شهور مناطق نائية وأرجع تاني. أنا من محافظة الغربية من طنطا. طيب بلديات. تمام. فخلاص 6 شهور أنا أول مرة أخرج بره نطاق منطقة الدلتا في حياتي. شايل شنطتي وسايب مراتي وولادي ووالدي ووالدتي وكبار سن. والدي قال لي ما تخافش روح. واللي دمع في عيني يعني اول مره افترق وعامل حسابي بقى هروح اقعد. اه طبعا واخد شنطه كبيره مسافر بره البلد مسافر راح مطروح ما انتش عارف يعني راح مطروح مش عارف هتوزع فين في المستشفى لسه. رحت ربنا كرمني وزعوني من منطقه العالمين. دخلت مستشفى العالمين فوجئت وانبهرت بيها جدا. مستشفى ذات امكانيات عاليه جدا سنه 2013 كان لسه وقت الحراك السياسي اللي في البلد والثورات والكلام ده كله. الدنيا امنيه ما كانتش بالدرجه بس طبيعه الناس هناك ما كانوش بيسمحوا باي اختلال امني. يعني الناس العرب هناك كانوا متكاتفين لدرجه اللي يمنعوا اي يعني تمشي في الطريق وماشي لوحدك ما فيش حد يقرب لك. امان الى درجه يعني ما كانش موجود في منطقه الدلتا ساعتها. يعني العرب هناك بصراحه يعني صانوا البلد في الوقت اللي كانت مهزوزه فيه هزه جامده. رحت وقعدت في المستشفى امكانيات جميله جدا. انا زرت المنطقه دي بس في 2012 مش 2013. لان المستشفى كانت موجوده من قبل 2012. المستشفى في منطقه العالمين قدام المنطقه اللي بتنشا فيها منطقه العالمين. كنت في العالمين والضبعه. ايوه. هو بقى يعني المستشفى امكانياتها كبيره. يعني تخشها فعلا مصممه تصميم صح. جميل. الحاجات موجوده في المخازن ولكن مفيش قوى بشريه. هي دي. مين اللي يطلع الكنز ده؟ انت قدامك كنز ومحدش بياخده. قدامك مقفول عليه. قدامك قدامك انك تخدم ناس ومنطقه كبيره جدا ومحدش موجود. اللي بيجي برضو زي يجي من الوزاره منتدى بفتره محدده ويمشي يا اما يجي رعايه عجله يا اما يجي قوافل يجي مده محدده. قعدت 6 شهور اشتغلت الحمد لله. بدات ادخل عمليات. والله يعني هي كلمه مريض هي اللي خلتني اقعد في يوم من الايام ده. عملت يعني دلوقتي قاعد بمزاجك؟ قاعد بمزاجي. ده بالعكس انا احكي لحضرتك بعد 6 شهور عشان اكمل. كان موضوع كبير جدا. يعني مريض عملت له عمليه وعنده شلل الاطفال اصلا طبيعي هو كبير مهندس. عملت له العمليه وربنا كرم. هو قال لي يا دكتور خليك هنا الناس محتاجاك. الله خليك ربنا يبارك لك في اولادك وعيالك وتوصل لحاجه كويسه خليك. والله قالها لي والكلمه دي لغايه دلوقتي في وداني. قعدت 6 شهور حابب اكمل. النظام الروتين الحكومي اللي لسه يعني عايزين نكلم سياده الوزيره فيه. الروتين الحكومي عشان انت تكمل شوف برغبتك في منطقه نائيه صعب. لا ترجع وبعد كده تقدم طلب والطلب يتعرض على وكيل الوزاره وكيل الوزاره يوافق يا ما فيش. لا استنى بقى استنى. يعني انت علشان تكمل صعوبه. في صعوبه؟ صعوبه رهيبه. ده المفروض يعني انا مش عايز اقول لحضرتك عشان اكمل. انا الكلام ده كان في سنه كام؟ في سنة 2013 2014 أول 2014 أول 2014 أنا عشان أكمل في المكان جبت موافقة الوزير ساعتها معالي الوزير عادل العدوي. بس الحمد لله في 2018 الوزير نفسها بتشكرك. يعني شوف القيادة أما تيجي لغاية عندك بالصدفة البحتة بيمر في المستشفى وقلنا له الشكوى كذا كذا كذا. في ناس كتير عايزة تكمل مش أنا كمان في قسم الجراحة قسم النساء قسم قال إزاي الكلام ده موافقتي أهي واحنا واقفين وافقتها على الورق. احنا كنا عايزين نهيكل الموضوع ده بطريقه مباشره ان الدكتور ما يدوخش اللي عايز. في اطباء كتير حابين يقعدوا في المناطق النائيه. حابين وبرغبتهم. يعني انتم مش حاسين هو نفي مثلا؟ كل احنا رايحين الاول كنا قبل ما تروح يعني قبل ما تروح الاحساس ده موجود لكن لما بتروح حاجه تانية خالص طبعا. انت امكانيات ادميه بيئه عمل محترمه جدا بتدي اكتر من اي مكان انت بتروحه. يعني الدكتور تحت في مناطق الدلتا مثلا بيروح 6 ساعات بيروح نبطشيته 8 ساعات 12 ساعه تمام. على حسب. لا احنا 24 في 24 قاعدين انت ما وراكش حاجه غير الشغل. انت في معسكر عمل انت ما فيش حاجه في دماغك غير انك تعالج المريض. وده اللي سبب نجاح القسم عندنا. يعني انا رحت ما لقيتش غير نائب واحد في القسم
لوحده، ما عندوش عين شغال بيشتغل استقبال عام وما فيش، واستشاري واحد هو اخد اسبوع وانا باخد الاسبوع العكسي، ومعنا النايب بيشفت علينا. بدانا ندخل عمليات يوم بعد يوم يوم بعد يوم. النائب ده قال لواحد صاحبه تاني تعالى ده المكان فيه شغل، الدكاتره الجراحين المكان فيه شغل، الدكاتره الجراحين بالذات دي مانوال سكيلز، يعني مهاره يدويه لازم تكتسبها وتتعلمها، ما ينفعش مهما قريت في الكتب، لازم انت تخش خبره العمليه حاجه تانية، خبره العمليه حاجه تانية غير النظري تماما. فما بيدوروا على المكان اللي فيه شغل. ده قال له ده في اخصائيين وهتتعلم كانك في درس خصوصي، يعني انت بتخش انت المساعد الاول للدكتور. جاب واحد اشتغلنا، جه الاطباء اللي بينفذوا، جالنا واحد اللي قال المكان حلو كمل شهر اتنين ست سنه اتنين، جه تاني واحد تاني، بقيت انا يعني مديرياتهم تبعت لهم عايزينكم ترجعوا، مديريات بقى فيها عدد من الدكاتره يغطي. والله انا يعني كنت في الوقت ده ساعتها مسكت النائب المدير بقالي 3 سنين، كنت مضلهم على مسؤوليتي، حاجه العمل لا تسمح. روحوا اشتكوا، خلي المديريه تشتكي زي ما تشتكي، مديريه ايه؟ زي ما تقول بقى القاهره الغربيه، مديريات فيها اطباء كتير جدا. انا محتاج اكتر منهم، والراجل عايز يقعد. خلاص الناس فضلت قاعده وتدي وتشتغل، النايب ده قلل ده، النايب ده قلل ده، كل قسم قاعد يكبر واحد. وتقدير اهالي المنطقه نفسه هو اكبر دافع بالنسبه لكم. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا كنا بنعالج اهالي المنطقه ومغتربين كتير، المغترب اللي بنعمل له العمليه يروح محافظته تبقى في الصعيد، والله بتبقى في الصعيد، في رشيد وفي اماكن بعيده، ويجي المتابعات معانا من ثقته في الطبيب. الله. جميل. ثقته في طاقم العمل. المعامله بتفرق جدا مع المريض، يعني نتيجه اي عمليه الرعايه ازاي كير ده، يعني اعمل عمليه فيحس بيك، فيعمل عمليه عند خبير اجنبي من اكبر الخبراء، ومفيش متابعه ولا اهتمام بالمريض، العمليه دي هتفشل. ده شيء محترم دكتور احمد.